اهلا بيكم في من غير حرق. النهارده هكلمكم عن تشوفوا مسلسل تشيرنوبل ولا لا. مسلسل تشيرنوبل لو انت ما سمعتش عنه الفتره اللي فاتت هو اكتر مسلسل الناس كانت بتتكلم عنه، والغريب ان مسلسل تشيرنوبل نجح في التوقيت اللي كل الناس كانت بتتكلم فيه عن جيم اوف ثرونز، وفي نفس الوقت اللي كان بيبقى فيه ديبيت عن مين احسن جيم اوف ثرونز ولا بريكنج باد ولا بريزون بريك ولا فريندز. الناس فجاه سلطت كل اهتمامها على تشيرنوبل. انا في العاده ما بتابعش مسلسلات على فكره، انا ماليش خلق ان انا اتابع مسلسل قوي، وانا اتشجعت ان انا اشوف تشيرنوبل لاسباب كتير. اول حاجه ان هو 5 حلقات بس، تاني حاجه ان هو بيتكلم عن موضوع انترستنج بالنسبه لي، ان هو ليه علاقه برضو بالشغل بتاعي في الهندسه البيئيه وكده. انا كنت عايز اشوف الحدث التاريخي الجلل اللي هو حدث نادر الحمد لله وان شاء الله ما يحصلش تاني ابدا، وما كانش فيه سوشيال ميديا وقتها وما كانش فيه تغطيه، يعني سي ان ان ما كانتش طالعه وقت سنه 86 لما حصل تشيرنوبل. فاحنا بنتكلم في حادثه تاريخيه مهمه جدا اثرت في البشريه واثرت في حاجات كتير، غيرت في مسار العالم بدون مبالغه. يعني لما تيجي تبص على الريتنجز بتاعته، هو دي اللي شدت الناس، الريتنجز بتاعته كانت مدياله اعلى تقييم لمسلسل في تاريخ المسلسلات كلها. هو اوفرول مسلسل هايل، مسلسل مهم مهم مهم، هي دي الكلمة، مسلسل مهم محتاج انك تشوفه، محتاج انك تعرف عنه اكتر. لكن هل يستحق كل الضجة ديت؟ هل هو فعلا يستحق الاهتمام المبالغ فيه ده والريتنجز العالية جدا بالطريقة ديت؟ لا لا، انا مش شايف ان هو يستحق ده. وقبل ما تهاجمني، قبل ما تقول ليه انا بقول كده، انا ما بقولش ان هو وحش، بالعكس ده حلو جدا. انا هبقى مور انترستد ان انا ما احرقلكش كالعاده. مبدئيا التمثيل تحفه، عايز اتكلم عن جاريد هاريس اللي قام بدور فاليري ليجازوف، احد اهم الابطال، مش عايز اقول هو البطل الاساسي بس احد اهم الابطال للمسلسل. انا شايف ان الاداء كان هايل يعني، وبيبان من اول ظهور ليه لحد اخر ظهور ليه، لا يعني كان في فعلا شغل حلو قوي. نفس الكلام بالنسبه لستيلن اللي هو الناس عارفاه معظم الوقت بادواره في ثور وماما ميا، وطلع في افنجرز في كل الادوار بتاعته دي المشهور بيها يعني، وهي ادوار صغيره، لكن هو ليه ادوار تانية اهم بكتير. الممثل ده مش واخد حقه، الممثل ده هايل بصراحه، وانا شايف ان هو عمل دور عمره جوه المسلسل ده. بوريس شربينا من كتر ما هو عمل اداء بكل حاجه، يعني بادي لانجوج، بصوته، بلبسه، بحركات وشه، الراجل عمل شغل هايل بصراحة. الشخص الحقيقي نفسه لو كان شاف بوريس اللي هو موجود على الشاشة كان هينبهر. وده بيدخلنا في الشخصية الثالثة برضو اللي هي كانت بتمثل كويس، إيميلي واتسون اللي هي كانت قايمة بدور يولانا خوميوك. من هنا بتبتدي المشاكل. يولانا خوميوك وإن كانت بتمثل كويس لكن دورها نفسه في مشكلة. بص على مشاكل المسلسل كلها بتتلخص في حتة إن المسلسل مشي في اتجاه غلط، المسلسل مش بيغطي أحداث تشيرنوبل بقدر ما هو جاي يدي رسالة معينة، هو جاي يهاجم الاتحاد السوفيتي كنظام اشتراكي بفساده بمشاكله وسايب الحدث الرئيسي. دي مشكلة المسلسل الحقيقي، إن هو مش بيتكلم عن تشيرنوبل، هو تشيرنوبل هي الوسيلة علشان يوصل رسالته دي. دي بروباجندا معمولة ضد روسيا. تمام، وانا تاني انا مش جاي ادافع عن روسيا ولا غيرها، انا بس شايف ان المسلسل كان ممكن يغطي حاجات اهم بمراحل من اللي كانوا بيمطوا فيها دي. ودي المشكلة التانية، المط. المسلسل ده اول 5 حلقات، انا شايف ان ده كان يتعمل فيلم ساعتين، ساعة ونص، وكان هينجح في المشاهد اللي هو كان بيركز على الاحداث الانسانية كان رائع، لكن في المشاهد اللي هو كان بيمط ويطول فيها علشان يعرض نفس الرسالة تاني وتالت ورابع، لا الموضوع كان خلاص يعني بهوأ منه. انا شايف ان الحلقه الاولى والثانيه هم احسن حلقتين في الموضوع، الحلقه الثالثه الرابعه الخامسه بيبتدي تسقط منه حاجات. شايف ان في ارك كامل من الستوري دخل في سكه ما احنا ما كناش عايزينها، ما كناش مهتمين بيها وما اثرتش معانا، جاب ممثلين ولوكيشنز وصرف في الستوري ارك دي وهي ملهاش لازمه. وللاسف انا مش عارف اقول لك هي ايه، مش قادر اقول لك هي ايه عشان ما احرقلكش، لكن ممكن اقول لك ان هي ما بتظهرش في اول حلقتين. وبعدين لما اجي اركز في الحدث الرئيسي ارجع الاسباب للي بيخدم البروباجندا برضو بتاعته. انا عايز اتكلم برضو عن حاجات كتير كويسه انا عاجبني المسلسل، وشايف ان اي حد غير مسلسلات، اي حد مهتم بالسياسه
واي حد مهتم بالمشاكل البيئيه لازم يشوف المسلسل ده. لو انت عايز تشوف مسلسل فيه قدر كبير من الاهتمام بالتفاصيل وفيه تمثيل كويس، جو اهيد وشوف المسلسل دوت. وشايف بصراحه شديده ان المسلسل ده خد ريتنجز عاليه لهذه الدرجه علشان البوليتيكال كوركتنس ثيمز اللي هو بيخدم عليها. يولانا خوميوك، ايه المثاليه دي؟ ايه ده؟ يعني مدرسه في الاخلاق، محمد صبحي مش ممكن يعني. يعني كان واضح جدا المبالغه الشديده في الشخصيه دي بالذات. لكن انا مش بقول لك كده علشان ما تشوفش المسلسل، لا طبعا شوف المسلسل ده. انا شايف ان المسلسل فعلا عامل شغل واداء هايل جدا، شايف ان المزيكا حلوه، شايف التصوير والالوان رائعين، زي ما قلت اداء تمثيلي ما حصلش فعلا، ما بتشوفوش كتير في مسلسلات بالذات، ومختار كميه من الممثلين عارفين دورهم كويس ومذاكرين دورهم كويس وتقمصوا الدور صح. لازم نبص على الجانب الكويس ان المسلسل اوفرول حلو جدا، لازم تشوفه، لكن ما تحطش توقعات بتاعه 99% و100% اللي هو بيتحط دي مش توقعات صحيحه. هتلاقي في كتير من السلسلة من غير حرق، وهتلاقي فيه برضو فيديوهات تانية بتتكلم عن الفن والسينما، وهتلاقي فيه فيديوهات مختلفه ممكن تفيدك في القناه ديت. ما تنساش تعمل لايك وشير لاي حد يكون مهتم بالفيديو دوت. قولنا في الكومنتات ايه رايكم في المسلسل، ايه الحاجات اللي عجبتكم، ايه الحاجات اللي ما عجبتكمش. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. اشوفكم على خير.